أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل. بسم الله الرحمن الرحيم. 13/10/2014 وقفة عيد الأضحى المبارك. يقوم فريق رحمة بتجهيز الأضاحي لتقديمها على أهالينا المهجرين في ريف اللاذقية. مسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين، فمن لهم يا رب غيرك في النوازل، مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل، رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل. يا رب صن أعراض. أقوم الآن بتجهيز الأضاحي ليتم توزيعها على الأهالي المتضررين في ريف اللاذقية في كل من قرى إكسريا والمريج والكرت ووادي الشيخان والغنيمية. البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول، لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل، وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل. لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل، والله فوق المعتدي فوق الأسنة والسلاسل. وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل، وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل. تم بفضل الله توزيع الأضاحي في كل من قرى المريج والكرت والغنيمية ووادي الشيخان.